إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعون في أبرز العناوين اقدمت الحكومة الإسرائيلية على تشريع من الكنيسة يوم أمس كما تفضلتم يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين أبو مازن يحذر إسرائيل من سرقة الأراضي الفلسطينية ويشدد على ضرورة وقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين إدانات عربية ودولية لإقرار الكنيسة الإسرائيلية مصادرة أراض في الضفة لمصلحة الاستيطان خامنئي يؤكد أن تهديدات ترامب لن تخيف إيران ويعلن أن رد عليها بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الجيش السوري يحرر تلة الحوارة وبحيرة الجبول في ريف حلب الشرقي ويصد هجوما لداعش شرق خناصر تمام عنقودية ودخلت الشظية في بطنها ونبطونها في القاع شهيد وجريح ضحايا ثلاثمائة وخمسين ألف قنبلة عنقودية ألقتها طائرات التحالف السعودي على اليمن وفي النشره ايضا اطلاق برنامج دعم التعليم في مرحله الطفوله المبكره في المخيمات والتجمعات الفلسطينيه في لبنان مساء الخير، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اهميه الحفاظ على حل الدولتين ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الامن 2234 وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسو اولاند شدد عباس على ضروره انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدا عام 67 وصولا الى اقامه دولتين فلسطينيه واسرائيليه محذرا اسرائيل من سرقه اراضي فلسطين. في تحدي سافر لرغبه المجتمع الدولي وخاصه قرار مجلس الامن 2334 اقدمت الحكومه الاسرائيليه على تشريع من الكنيسة يوم امس كما تفضلتم يجيز سرقه الاراضي الفلسطينيه الخاصه لصالح المستوطنين ويشرع باثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس. هذا التشريع مخالف للقانون الدولي وسنواصل عملنا مع المحاكم الدوليه لحمايه وجودنا وارضنا. امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه صأب عريقات قال ان اسرائيل دقت المسمار الأخيرة في نعش عمليه السلام وخريطه حل الدولتين وفي مقابله صحفيه له في باريس رد عريقات على القرارات الاسرائيليه ببناء مستوطنات جديده في الضفه الغربيه. تحاول الحكومه الاسرائيليه اطفاء الشرعيه على نهبها الارض الفلسطينيه، انها سرقه ونهب للارض الفلسطينيه، وهي كمن يضع اخر مسمار في نعش حل الدولتين، انها الخطوه الاولى في اتجاه تطبيق القوانين الاسرائيليه على الاراضي المحتله. اما حركه حماس فنددت بالقرار الاسرائيلي واكد المتحدث باسمها حازم قاسم ان هذا القرار يعكس مواصله السياسه الاستعماريه الاسرائيليه وثقتها بقدرتها على العمل خارج نطاق القانون الدولي هذا القرار يؤكد أن إسرائيل تواصل سياستها الاستعمارية الإحلالية وطرد الإنسان الفلسطيني عن أرضه وهي تثبت أنه ما زالت دولة مارقة على القانون الدولي والمؤسسات الدولية ولا تلقي لها بالا لذلك مطلوب صياغة برنامج نضالي ميداني فلسطيني يواجه سرطان الاستيطان ويعمل على إزالته بعد رفض الحكومة الإسرائيلية التزام قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان الاحتلال يشرع المستوطنات التي تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في المقابل يرى الفلسطينيون في القانون الإسرائيلي عملية ضم للأراضي المحتلة وإنهاء لحل الدولتين التفاصيل مع هناء محمد قانون تسوية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل الضفة الغربية أو ما يعرف بقانون تبييض المستوطنات أصبح برغم الجدل بشأنه واقعا بعد تشريعه في الكنيسة الإسرائيلي أولا نحن نقول أن هذا القانون هو قانون خطير جدا هو عمليا ضم المناطق المحتلة عام 67 لذلك فعلا الآن بدأت المعركة وهنا القضيه الدوليه مهمه قضيه صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في في اماكن تواجدهم وايضا نحن هنا في الكنيسه نقوم بفضح هذه السياسه المعاهده الدوليه حول محكمه الجنايات الدوليه تقول بشكل واضح ان نقل مواطنين من الدوله المحتله الى الاراضي التي تحتلها وفي حالتنا اراضي الضفه الغربيه المحتله عام 67 هذا التصرف يعرف كجريمه حرب بشكل واضح وبالتالي هذا الان يمكن القياده الفلسطينية من التوجه بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل على مثل هذه الخطوة عدد المستوطنين داخل الضفة الغربية وصل إلى نصف مليون مشرع القانون يتوقعون برغم أثره الرجعي أن يطفي الشرعية على تسريع إقامة المزيد من المستوطنات ومضاعفة عدد المستوطنين القانون سوف يعطي حصانه من دعاوي اخلاء وهدم بالنسبه لخمسة وخمسين بؤره استيطانيه وهي تشتمل على ما يقارب ألف وحده سكنيه وسيعطي ايضا حصانه ل آلاف وحده سكنيه موزعه على المستوطنات القائمه منذ سنوات عديده. تؤكد حكومة نتنياهو بهذا القانون عدم الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الذي دان الاستيطان في الأراضي المحتلة على قدم وساق تسعى إسرائيل نحو تصعيد الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية وشرعنة احتلالها بهدف وأد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 67 هنأ محميد من القدس المحتلة الميادين حزب الله اصدر بيانا دان فيه قانون ما وصفه بسلب الاراضي الفلسطينيه الذي اقره الكنيست والمسمى قانون التسويه، بيان حزب الله لفت الى ان هذه الخطوه استكمال لعمليه تغيير هويه الارض والشعب في فلسطين ودليل على عجز المجتمع الدولي، واكد ان الاستيطان لن يكسر اراده الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه وراى ان المقاومه هي الطريق الوحيد لكسر اراده الاحتلال. أرجأ الاتحاد الأوروبي قمة مع تل أبيب عقب قرار الكنيسة الإسرائيلية تشريع الاستيطان في الضفة الغربية كما رأت الأمم المتحدة أنه سيقلل فرص السلام في المنطقة أما الخارجية الإيرانية فطالبت المجتمع الدولي بالوقوف في وجه السياسة التوسعية لإسرائيل فيما رأت وزارات الخارجية في كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا أن من شأن سياسة إسرائيل هذه تقويض حل الدولتين منال إسماعيل <applause> صادق الكنيسة الإسرائيلي بكامل هيئته بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية القانون الذي مر بتأييد 60 عضو كنيسة ومعارضة 52 له يسمح لإسرائيل بمصادرة حقوق استخدام الأرض من أصحابها الفلسطينيين في الضفة الغربية من دون حقهم في المطالبة باسترجاعها وبمفعول رجعي وبحسب نص القانون كما نشرته أريتس سيتم في المرحله الاولى تجميد الاجراءات القانونيه ضد 16 مستوطنه وبؤره استيطانيه مقامه على اراض فلسطينيه خاصه لمده سنه منذ يوم نشر القانون هذا القانون هو الاكثر دراماتيكيه الذي مر في الكنيسه هو يشرع باثر رجعي نحو اربعه الاف منزل في خمس وخمسين مستوطنه وكل منزل بحسب هذا القانون بني على اراض فلسطينيه خاصه لن يهدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لم يشارك في التصويت بذريعة وجوده في لندن كان سبق وأعلن معارضته لهذا القانون ليعود ويعلن تأييده له ويشير إلى أنه نسق إقراره مع الإدارة الأمريكية. اليمين الإسرائيلي الذي دعم القانون بقوة لم يخفي فرحته من إقراره ووصف ما حصل باليوم التاريخي فيما كتب رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت على صفحته على تويتر عبارة انقلاب معارضو القانون حذروا بدورهم من تبعات إقراره على المستوى الدولي فيما قالت جهات يسارية إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا للطعن بالقانون منذ خمسين عاما تعاملت الحكومات الإسرائيلية مع الضفة الغربية كمنطقة نزاع الامر الذي يبيح لاسرائيل كل ما فعلته هناك وفق القانون الدولي، لكن ذلك القانون يمنع سلب سكان المكان الذين هم فلسطينيون اراضيهم الخاصه، ولذلك في اللحظه التي اقرت اسرائيل فيها القانون، قوضت المظله الدوليه التي استخدمتها في الضفه الغربيه. مراقبون قالوا ان الاسم الانسب لقانون تنظيم المستوطنات هو قانون الجريمه المنظمه. حيث يسيطر مجرمون على اراض يقتلعون اصحابها القانونيين منها بالتهديد ويبنون عليها منازلهم واعمالهم وبحسب المراقبين فان اليمين الاسرائيلي يعلم جيدا ان هذا القانون هو الخطوه الصغيره التي تدفع اسرائيل التي كفت عن احترام القانون الدولي نحو الهاويه. اكد المرشد الايراني السيد علي خامنائي ان تهديدات الرئيس الامريكي ترامب فشلت في تخويف الإيرانيين وخلال استقباله قادة وحشدا من عناصر القوة الجوية للجيش الإيراني قال خامنئي إن ترامب كشف عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم في الولايات المتحدة ينبغي ان نشكر ترامب لانه سهل علينا مهمتنا في الكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم في امريكا فما كنا نتحدث عنه طيله العقود الماضيه بالنسبه الى الفساد السياسي والاقتصادي والاخلاقي كشفه وعراه ترامب خلال مرحله الانتخابات وبعدها افعال هذا النظام كاعتقال طفل لا يتجاوز عمره الخمس سنوات وتكبيله تكشف عن حقيقه حقوق الانسان الامريكيه ترامب يقول لا بد من أن تخافوا مني، ونقول له لا لن نخاف. لماذا نخاف؟ الشعب الإيراني سيرد على تهديداتكم في مسيرات ذكر انتصار الثورة بعد أيام. خامنئي انتقد دعوة ترامب إيران لشكر أوباما بسبب مساهمة الأخير في نشوء تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي الجديد يقول إن علينا تقديم شكرنا للسيد أوباما على ما نشكره. أنشكره على إيجاده لداعش أم على إضرامه نيران الحرب في سوريا والعراق؟ أم على دعمه فتنة الانتخابات عام 2009 في إيران؟ من جهة يرسل إلي رسالة يظهر فيها احترامه ومحبته، لكنه من جهة أخرى يعلن دعمه لمثيري هذه الفتنة ليكشف عن وجهه المنافق. أوباما هو الذي وضع العقوبات لشل الاقتصاد الإيراني، لكنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه. وليس هناك أي عدو قادر على شل القدرة الشعب الإيراني من جهته رأى رئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي بين إيران والدول المعنية جرى على أساس قاعدة رابح رابح وفي كلمة خلال مراسم منح جائزة كتاب العام قال روحاني أن الاتفاق النووي كان لمصلحة المنطقة ولمصلحة جميع الأطراف بينما لا يتحمل الرئيس الأمريكي قراءة بنوده من الممكن أن تتحول المفاوضات النووية إلى برنامج عمل لعشرات المحادثات الرامية إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحمل الرئيس الأمريكي الجديد الاتفاق النووي يقرأ الاتفاق مرارا وتكرارا ولا يتمكن من تحمله ويقول إن هذا الاتفاق هو أسوأ صفقة وقعتها أمريكا في تاريخها تواصل محكمة الاستئناف الفيدرالية الامريكية في مدينة سان فرانسيسكو النظر في النزاع القضائي بشان قرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الى امريكا، ياتي ذلك في وقت تتواصل فيه تداعيات قرارات ترامب في الشوارع الامريكية، ما يرزق. لا شك ان العالم بعد وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض لن يكون نفسه. لم تشهد شوارع أمريكا مثل هذه الاحتجاجات منذ التظاهرات الكبرى ضد الحرب في العراق عام 2003. الحرب اليوم مستعارة في أمريكا. هي حرب إعلامية وقضائية بامتياز ففيما تشير عدد من وسائل الاعلام الامريكيه الى ان نحو 53% من الامريكيين لديهم اراء سلبيه تجاه ترامب وقراراته الاخيره شبّه سيد البيت الابيض هذه الاحصاءات باستطلاعات الراي الكاذبه التي رجحت خسارته في السباق الرئاسي برغم انقسام الشارع الأمريكي والهجوم الإعلامي والقضائي الذي شنه القاضي الفيدرالي في سياتل جيمس روبرت من خلال تعليق تنفيذ قرار الحظر الترامبي لا ترى وزارة العدل أي خرق دستوري في قرارات ترامب القانون واضح في هذا الشأن الرئيس لديه حرية التصرف لحماية سلامة الشعب الأمريكي ومؤسسات الدولة مع احترام الأشخاص الذين يأتون إلى الولايات المتحدة هذا مجرد امر قضائي اصدره القاضي ونشعر بثقه كبيره باننا سننتصر في هذه المساله. قد ينتصر ترامب باعاده فرض الحظر على مواطني سبع دول الا ان ذلك وغيره من القرارات التي قام باتخاذها انعكست سلبا على علاقات واشنطن الخارجيه. رئيس مجلس العموم البريطاني عارض بشده اي تحرك محتمل لدعوه ترامب الى القاء كلمه في البرلمان خلال زيارته البلاد اما وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف فراى ان الشعب الامريكي هو من سيدفع ثمن تشدد ترامب السناتور الاسترالي نيك زينوفون ذهب الى ابعد من ذلك الرجل عبر عن معارضته لسياسات ترامب الخارجية من خلال طبع صورة الرئيس الأمريكي على ممسحة الأرجل والدوس عليها دعا رئيس السوري بشار الأسد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح من سيادة سوريا للنظر في السماح بمشاركته في إعادة الأعمار وفي تصريح لوسائل أعلام بلجيكية رأى الأسد أن السلام في سوريا لا يتعلق على نحو أساسي بأستانا التي تمثل أحدى مبادرات الحوار بين السوريين مؤكدا أن الاجتماع الأول لأستانا كان إيجابيا سأكون صريحاً عندما نتحدث عن المشاركة في محاربة داعش في سوريا لم يكن هناك محاربة فعلية للتنظيم بل كانت عمليات تجميلية عمليات التحالف الامريكي ضد داعش كانت مخادعه ووهميه لان التنظيم كان يتمدد خلال تلك العمليات هذه العمليات غير قانونيه لانها جرت من دون التنسيق او موافقه الحكومه السوريه وهذا يعد خرقا لسيادتنا كما ان هذه العمليات لم تمنع داعش من قتل المدنيين السوريين ميدانيا حرر الجيش السوري تلة الحوارة وسط بحيرة لجبول في ريف حلب الشرقي وبذلك تعتبر البحيرة وبكاملها تحت سيطرة الجيش السوري وفق ما أفادت مراسلة الميادين وفي ريف حلب الجنوبي الغربية افاد مراسل ميادين بتصدي الجيش السوري لمحاولات داعش تسلل جنوب بلده ام ميال الواقعه الى الشرق من خناصر وقال ان طريق خناصر حمص لم تتاثر بالاشتباكات وهي سالكه باتجاه حلب كما عرض الاعلام الحربي مشاهد لقريه عويشيه في ريف حلب الشرقي بعد تحريرها من داعش وتبعد هذه القريه سته كيلومترات عن مدينه الباب ميدانيا ايضا نفى المتحدث باسم وزاره الدفاع الروسيه الانباء عن شن غارات روسيه على مدينه ادلب ووصف الانباء بالكذب المتعمد وكان المرصد السوري المعارض قد قال ان ما لا يقل عن 26 شخصا بينهم مدنيون قد قتلوا في غارات جويه مجهوله على مقر لجبهه النصره. ومعنا من حلب مراسل ميادين رضا الباشا اهلا بك رضا يعني في نهايه آه هذا اليوم مع حلول آه الظلام ما هي اخر التطورات الميدانيه لديك نعم وفعلا سيطره الجيش السوري على عويشه اضافه الى المديونه الواقعه الى الشمال الشرقي من بلده عويشه باتت يمكن ان نقول حاليا بان الطريق الرئيسي الذي كان يعتبر طريق امداد داعش بين بلده تادف الباب هذه من جهه ومدينه والجهه الشرقيه في دير حافر هذا الطريق بات في مرمى نيران الجيش السوري بشكل كامل يفصل الجيش السوري مسافه اقل من 2 كيلومتر حتى يتمكن من قطع خطوط امداد داعش باتجاه مدينه الباب من جهة الرقة ومن جهة دير حافر هذا من جهة الشرق من الجهة طبعا سيطرة الجيش السوري أيضا على تلة الحوارة الواقعة في الجهة الجنوبية لبلدة تادف ما كانت الجيش السوري أيضا من السيطرة ناريا وأحكام السيطرة ناريا على الطريق الواصلة بين قرية أبو طلالة ومدينة بلدة تادف الواقعة إلى الجنوب من الباب الجميع يعلم بأن قرية أبو طلالة يوم البارحة كانت قد اعترض أهالي هذه البلدة على مسلحو... مسلحي تنظيم داعش قاموا بقتل سبع مسلحين من تنظيم داعش وطرد هذا التنظيم من القرية بشكل كامل الأمر الذي دفع تنظيم داعش إلى قصف البل... البلدة بشكل... بشكل مكثف براجمات الصواريخ وحاول اقتحامها أكثر من مرة سيطرة الجيش السوري على تل الحوارة هذا يضع هذه البلدة يضع قريب من هذه البلدة ويمنع تنظيم داعش من الوصول إلى هذه البلدة ومهاجمه هذه البلده من جديد كما يساعد اهالي بلده ابو طلاله من اجل الدفاع عن القريه بشكل كامل طبعا العمليات العسكريه ما تزال مستمره يبدو الجيش السوري بات اقرب الى مشارف مدينه الباب مسافه اقل من 2 كيلومتر حاليا تفصل الجيش السوري عن مدينه الباب وفي حال تمكن من الوصول الى قريه ابو طلاله يمكن ان نقول بان الجيش السوري بات على مشارف مدينه الباب من الجهه الجنوبيه لانها القريه الوحيده التي تفصل الجيش السوري حاليا عن مدينه الباب وتقع الى الجهه الجنوبيه من المدينه. كل الشكر لك رضا الباشا مراسل ميدين كنت معنا من حلب. وفي ريف حمص الشرقي تتواصل عمليات الجيش السوري الذي تمكن من التقدم بعمق 25 كيلومترا باتجاه تدمر انطلاقا من مواقعه في المطار ليصل الى مفرق معمل حيان للغاز والى مشارف قريه البويضه الغربيه تقرير مجليله نحن الان امام مفرق حقل حيان للغاز في ريف حمص الشرقي هذه النقطه اخر النقاط التي وصل اليها الجيش السوري في عمليته لاستعاده المناطق التي دخلها تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي التنظيم عمد الى تفجير هذا الحقل فور دخوله وسيطرته عليه والان الجيش السوري يقف على مسافه سبعه كيلومترات من الوصول الى الحقل من جديد عمليات سريعة للجيش السوري في صحراء حمص الشرقية الواسعة تقدم عشرات الكيلومترات وصولا إلى مفرق حقل حيان للغاز توسيع طوق الأمان في محيط مطار التيفور كان أولى مهمات الجيش في عمليته العكسية بعد تقدم داعش قوات الاقتحام في استراحة استعدادا لمرحلة جديدة على طريق معارك تدمر معارك في جغرافيا صحراوية استغل فيها داعش المساحات المفتوحة في في هجومه الاخير على تدمر وريف حمص الشرقي مع اعتماد كبير على الانغماسيين والعربات المفخخه في استهداف مواقع الجيش. اليوم صباحا الساعه 4 فجرا تقدمت قوات الجيش العربي السوري بمؤازره من الحلفاء والاصدقاء المخلصين تقدمنا على محور تدمر مفرق حيان وباتجاه تدمر المدينه. تفصلنا عن تدمر المدينة حاليا حوالي تقريبا 15 إلى 20 كيلومتر وقلع التدمر من هون بين الصبح بين وضوح الشمس المروحيات الروسية مثلت الذراع النارية الطولة في التمهيد لتقدم مشاة الجيش إسناد جوي قريب من الأرض يتماشى مع طبيعة الصحراء والقتال فيها القوة النارية أضعفت مجموعات داعش التي حاولت الوصول إلى مشارف مطار التيفور بس كل ما عم نفوت أكثر كل ما في مقاومة أكثر وفي عندهم تفخيخ أكثر وعم بالآلاف عليهم ريف حمص الشرقي يعود الى واجهه العمليات العسكريه من جديد، استعاده الجيش السوري للمواقع النفطيه والتلال الحاكمه التي تقدم اليها داعش، محطات هي الاهم في معارك الصحراء في الطريق الى تحرير تدمر. مجد ليلى ريف حمص الشرقي لقناه الميادين. وفي دار الزور استعاد الجيش السوري والقوات الرديفه اكثر من نصف المساحه التي اخترقها تنظيم داعش في منطقه المقابر والمعامل في المدينه من موقع الدفاع الى الهجوم انتقل الجيش السوري والقوات الرديفه في دير الزور بعد صد اكبر هجمات تنظيم داعش على المدينه ومطارها العسكري تمكنت القوات السوريه من الهجوم شرقا من جهه المطار المحاصر وحي رايش وتحديدا من محور لواء التامين الالكتروني وغربا من اتجاه المطار مع هذا الهجوم أحرزت القوات السورية تقدما استعادت على إثره أكثر من نصف المساحة التي اخترقها تنظيم داعش في منطقة المقابر والمعامل فاتم على المقبرة والمقبرة صفت مقتل إلهم وإحنا هالساعتين يعني أنتم شفتوا إحنا عم نقدم إن شاء الله يوم والثاني راح نكون مفتوح الطريق والمقبرة صارت إلهم وعدهم قتل ما يقارب الألف وخمسمائة قتيل معناته اللي الدير الزور العمليه العسكريه تتواصل بهدف تحرير كامل منطقه الخرق الذي احدثه داعش عند هجومه العنيف منذ شهر تقريبا مقاتلو التنظيم يحاولون شن هجمات معاكسه استطاع الجيش السوري والقوات الرديفه صدها في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عسكريه ان العمليه مستمره حتى اعاده فتح الطريق بين المطار العسكري والمدينه عم نتابع التقدم وخلال فتره قصيره جدا نتواصل مع رفقاتنا في القطاع الشرقي من المدينه الامور بشكل عام جيده الطيران كان له ضربات فعاله جدا 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 ومؤثره الجيش السوري ارسل تعزيزات اضافيه لتحصين مواقعه في المدينه فيما يواكب سلاح الجو السوري والروسي العمليات العسكريه بغارات تستهدف مواقع مسلحي داعش وتحركاتهم ومخازن اسلحتهم بعد العثور على مخازن للمسلحين مليئه بالادويه والمساعدات شرق حلب دعا مجلس الدوما الروسي لاعاده النظر في كيفيه توزيع الادويه والمساعدات الانسانيه الامميه في سوريا الدوما الروسي يتابع فضيحه الادويه والمواد الغذائيه الامميه شرق حلب العثور على مستودعات للمسلحين مليئه بالادويه والمساعدات الانسانيه بعد تحرير المدينه وضع منظمه الامم المتحده وعددا من المنظمات غير الحكوميه في خانه الاتهام والترويج لمعلومات مضلله سيرغي غافريلوف رئيس مجلس الدوما لشؤون المجتمع المدني والهيئات الاهليه اتهم اجهزه الامم المتحده بارتكاب جريمه وبالاخفاق في توزيع المساعدات واضاف ان المنظمه اقنعت العالم باستحاله توزيع المساعدات في حلب الا عبر ما سمي وقتها بالاداره المحليه مشددا على ان الادويه التي عثر عليها تعد سابقه في غايه الخطوره. من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي للكشف عن ملابسات فضيحة الأدوية، واعتبرت أن المعلومات المضللة التي روجتها منظمات غير حكومية بما فيها الخوذ البيضاء وأطباء بلا حدود والجمعية الطبية السورية الأمريكية، جعلت الحكومة السورية ومعها روسيا عرضة لسيل من الانتقادات التي تبين بطلانها. كاميرا الميادين كانت قد رصدت بعد تحرير أحياء حلب الشرقية مباشرة عددا من مخازن الأدوية والمساعدات نحن الآن على أبواب أحد مستودعات الذخيرة والأغذية داخل حي سيف الدولة في هذا المبنى تركت الجماعات المسلحة خلفها مستودعا للذخيرة والأغذية في الطابق السفلي هذه الصور تؤكد أن ما أشاعته بعض المنظمات عن وقوع كارثة إنسانية شرق حلب لا يلامس الواقع السابعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل قتل وجرح بهجوم على موظفي المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول اهلا بكم الجديد من جديد الى السابعه من الميادين كذا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان تنظيم داعش انتهى عسكريا في العراق مضيفا أن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وأن هذا الأخير فقد معظم قادته لعبادي قال أن داعش سيصاب بضربة عنيفة في العراق وهذا سيؤدي إلى سيؤدي انهياره في كل مكان كما أشار إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين للتنظيم وفيما يتعلق بمعارك استعادة الساحل الأيمن من الموصل أعرب العبادي عن أن القوات ستنتصر وتحرر الموصل قريبا مالي الوطنية العراقية دي. نقل مراسل الميادين عن مصدر عسكري يمني مقتل وجرح جنود سعوديين في تدمير الجيش واللجان الشعبية تحصيناتهم في مواقع القرن والكرس ودفينة بجيزان السعودية وفي حجة تواصل أو تواصلت المواجهات على امتداد الشريط الحدودي بميدي أما في تعز فأصيبت امرأة وطفلها في قصف مدفعي لقوات الرئيس هادي على منطقة الحوت لا تزال المحافظات والمدن اليمنيه وابرزها صعدة وحجة والحديدة عرضة لاستهداف طائرات التحالف السعودي بالقنابل العنقودية، الغارات ادت حتى اليوم الى استشهاد وجرح الالاف من المواطنين. تقرير احمد زبيبه. هذه المرأة اليمنية تجاوز عمرها سبعين عاما وهي طريحة الفراش بوجعها وألمها المتواصل في أحد المستشفيات بصنعاء فلم تسلم من القنابل العنقودية للتحالف السعودي والتي أصابتها أثناء رعيها الأغنام في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء المدنيون حصلوا على النصيب الأكبر من قنابل التحالف السعودي وصواريخه رماهم بعنقودية ودخلت الشظية في بطنها ونبطونها فالقاء تسعة وبعدها يربطوها ويزبعوها ضربت ثم الطيارة وموتات الغنم موتت مره وهذي مكونة واربعة أربعة هذي خمسة جرحى ثاني قنابل عنقوديه واخرى انشطاريه وفراغيه استخدمت ضد المدنيين في اليمن وغالبيه الضحايا من الاطفال الاحصاءات الاخيره تحدثت عن استشهاد وجرح 2500 شخص جراء اكثر من 350 الف قنبله عنقوديه القتها مقاتلات التحالف على محافظات صعده وحجه والحديده وصنعاء وتعز ومأرب من بدايه العدوان حتى يمكن اخر اسبوع من 2016 ما يقارب 300 الى 350 الف قنبله عنقوديه وهذا رقم غير يعني يعني غير دقيق ولكنه ربما يكون اكثر ما ذكرناه 2700 تقريبا مصاب او وشهيد هذا رقم أول العائلات العائده الى منازلها شمالي اليمن تواجه خطر القنابل العنقوديه التي لم تنفجر وتحولت الى حقول الغام وهي تتوزع بين الحقول الزراعيه والاوديه ما يضع الاطفال والنساء اليمنيين في مواجهه الموت مع استمرار التحالف في حربه على بلدهم يرى مراقبون ان على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليه ايقاف التحالف عن استخدام قنابل محرمه دوليا في اليمن، وعليه ايضا تقع مسؤوليه الضغط لايقاف بيع هذه الاسلحه التي استهدفت المدنيين واودت بحياه الابرياء من نساء واطفال. احمد محمد زبيب صنعاء الميادين. وفيما تستعد المحكمة العليا في بريطانيا للنظر في الطلب المقدم بحظر بيع السلاح الى السعودية، دعت منظمة أنقذ الطفولة إلى تحقيق دولي بجرائم الحرب التي ترتكب في اليمن. طوت الأيام حادثة قصف قاعة العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، لكن جسد الطفل زهير لا يزال شاهدا على بشاعتها كما هي في ذاكرته. أطراف جسده كانت أسطرا في سجل تاريخ الجرائم المشهد المريع ماثل أمامه إلى الآن وتلك تفاصيله شوف لمعة ودقة لمعة ودقة الخيراء بعد لبيت الناس منذقين القاع ميتين وحارقين الصم. في أوقات الفزع لا يكون حبل النجاة لدى الأطفال أبعد من اسم أم <applause> للعائلة كلها نصيب من الجريمة وعلى حياة زهير كانت لها انعكاسات أخرى الطفل في حاجة إلى رعاية نفسية وتأهيل دراسي والجريمة على صعيد دولي محل متابعة، منظمة إنقاذ الطفولة تقول إن المحكمة العليا في بريطانيا تستعد لسماع دعوى قضائية ضد مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، ومدى مسؤولية صفقات التسليح بين البلدين عن البؤس الذي يعيشه اليمنيون اليوم. من الواضح أن هناك انتهاكات للقانون الدولي من كلا الجانبين ولكن ما هو مؤكد أن المملكة العربية السعودية هي الحليف الرئيسي لبريطانيا ونحن نريد حقا أن كف السعوديه عن هذا القتل بحق اليمنيين وسندرس ما اذا كانت الاسلحه البريطانيه قد ساهمت فعلا في هذا القتل الجمعيات الخيرية تدعو بريطانيا والمجتمع الدولي إلى إعلاء حياة الأطفال على مصلحة تجارة السلاح أحكام قضائية يتوقع أن تصدر في غضون أسابيع قليلة فنتاج ذلك أكثر من عشرة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات مختلفة ونصف مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد أما أمراض القرون الماضية فقد فرضت نفسها على يمن القرن الواحد والعشرين أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 20 مواطنا وإصابة 38 آخرين جميعهم من المدنيين في هجوم على موظفي المحكمة العليا وسط كابول، وذكرت الشرطة الأفغانية أن انتحارياً على ما يبدو استهدف موظفي المحكمة العليا وهم يغادرون مكاتبهم في نهاية يوم العمل، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. تشهد المرحلة ما قبل المدرسة المعروفة بالروضات او بالطفولة المبكرة اهتماما متزايدا لدى التربويين والعلماء لدورها الاساسي في بناء شخصية الانسان، ونظرا الى اهميتها اطلق في بيروت برنامج تدريب يستهدف المعلمات والاهل والاطفال في هذه المرحلة العمرية. تقرير ملك خالد. في أجواء من الصداقة والمحبة أطلق برنامج دعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للعام 2017 البرنامج الذي أطلقته مؤسسة التعاون بالشراكة مع اليونيسف يستهدف الأطفال بين ثلاث وست سنوات في المخيمات وتجمعات الفلسطينية في لبنان مؤسسة التعاون بدأت بمشروع الطفولة المبكرة من العام 2004 أخذت على عاتقها هذا البرنامج لأهميته هذا البرنامج عم يتطور عبر السنين لوصلنا لل2007 من شراكة مع ست مؤسسات فلسطينية لعشر مؤسسات فلسطينية بدعم من اليونيسف حاليا شريحة الأطفال المستهدفة للاستفادة من البرنامج واسعة والوصول إليها يمر عبر الروضات والجمعيات المشاركة في البرنامج والعاملة على امتداد لبنان ضمنها المشروع ما يزيد عن 9000 طفل فلسطيني حيستفيد وما يزيد عن 30 مؤسسة تعنى بموضوع الطفولة حتستفيد من هذا المشروع بالإضافة إلى ألاف الأهل والهدف الاساسي هو انه نجمع الجهود المشتته في موضوع الطفوله المبكره بالمخيمات الفلسطينيه الروضات والجمعيات المستفيده من هذا البرنامج ترى فيه فرصه لمواكبه احدث الممارسات في هذه المرحله العمريه اضافه الى اهميه الاطلاع على عمل وبرامج بقيه الجمعيات والروضات المشاركه البرنامج بيستهدف هاي السنه 375 ولد وبيشتغل مع الاولاد ومع الامهات بالإضافة للمربيين اللي بيكونوا مرافقين للأولاد بيكون في عندهم تدريب مواكب لا لما بيجوا لعنا فبيشوفوا نحن كيف بنشتغل مع الولد كيف بنطبق النشاطات البرنامج اذا يسعى الى توحيد المعايير بين جميع المشاركين فيه اضافه الى تدريب وتوعيه العاملين مع الاطفال لتمكينهم من الابداع والتعلم في اجواء من اللعب والفرح فرح مستحق لاعمارهم الطريه بالرغم من كل صعوبات الحياه داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينيه هنا المشاركون في هذا البرنامج يخططون ويعملون على تطبيق أحدث الممارسات والنظريات التربوية في مجال الطفولة المبكرة لتقديمها إلى الأطفال في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ممن حرمتهم ظروفهم من عيش حياة طبيعية ملك خالد بيروت الميادين وللتعرف أكثر على ما تقدمه مؤسسة التعاون تنضم إلينا في الاستوديو مديرة مؤسسة التعاون السيدة سوسن المصرية أهلا بك يا سيدة سوسن ربما الزميلة ملاك خالد من خلال هذا التقرير عرفتنا على المؤسسة وعلى المؤسسة وعلى البرنامج المعني بالأطفال ولكن يعني لنتعرف أكثر على مؤسسة التعاون من هي هذه المؤسسة ما هي الأهداف وما هي الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين على وجه الخصوص مؤسسة تعاون هي مؤسسة فلسطينية بامتياز أسسوها نخبة يعني مجموعة من المفكرين والاقتصاديين الفلسطينيين سنة 83 على أثر الاجتياح الفلسطيني للبنان ونتيجة اللي يعني شافوه وضع الفلسطينيين بفلسطين وبلبنان طلعت فكرة أنه لازم ينعمل إشي يخدم الشعب الفلسطيني ومن هون طلعت فكره المؤسسه طبعا تطورت المؤسسه من 83 لهلا بس بشكل عام هي بتشتغل على اربع قطاعات اساسيه مهم. بتشتغل على التعليم وبنعتبره محوري لطبعا النهوض وتمكين الانسان الفلسطيني وبالتعليم بيطال شريحه واسعه التعليم مثل ما شفتوا هلا بمرحله الطفوله المبكره للتعليم الاساسي للتعليم الجامعي وبعدين حتى بننتقل لتشغيل الشباب تشتغل بقطاع تاني هو التنمية المجتمعية والتنمية المجتمعية كمان في تحتها مروحة كبيرة من البرامج موضوع الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصحة الصحة البيئية خدمات لقطاعات مختلفة بالزبط. من الفلسطينية بالزبط. عندما نتوقف عند برنامج الطفولة ودعم يعني دعم الأطفال على مستوى التعليم حدثينا أكثر عن هذا البرنامج عدد الأشخاص أو الأطفال الذين يستفيدون من هذا البرنامج هل أنتم بحاجة إلى مزيد من الدعم لرفض هذه المؤسسة ربما للقيام بأيضا مشاريع إضافية سواء للأطفال أو لبقية القطاعات أيضا مثل ما بين شوي بالبرنامج مشروع الطفولة المبكرة أو تعليم مرحلة الطفولة المبكرة هو قديم بمؤسسة التعاون وهو من الأقدم البرامج اللي عنا إياها وليه إحنا عم نشتغل على موضوع الطفولة المبكرة لأنه بالوسط الفلسطيني ما في روضات الأونروا بتبلش التعليم بالمرحلة الأساسية يعني الولد ما بفوت على روضة أولى وروضة تانية بالأونروا بفوت دغري صف أول ابتدائي مم. وبالتالي بيقع عاتق توفير هالتعليم بمرحلة الطفولة المبكرة أو ما يعرف بأنه أبعت الولد على رو... على روضة مم. هو على مؤسسات أهلية مم. يعني شو عم نحكي مؤسسات أهلية مؤسسة أهلية يعني هي عندها معتمدة بتمويلها على جهات أجنبية أو جهات مانحة عربية أو أجنبية وبالتالي هي يعني عرضة لأنها مرة تكون عم تقدم خدمه ضعيفه او خدمه قويه حسب التمويل <applause> من هون نشأت فكرة أنه لازم مؤسسة التعاون تدعم برنامج طفولة المبكرة لتدعم هاي المؤسسات الأهلية اللي عم تقدم خدمة مستمرة لازم كل يوم يكون في روضة كل يوم يكون في معلمة كل يوم يكون في أنشطة يعني هاي خدمة كأنك مستمرة ما فيك اليوم تقولي بعمل هالخدمة وبكرة ما بعملها من هون طلعت فكرة أنه ندعم هالمؤسسات الأهلية اللي عم تشتغل بالوسط الفلسطيني عم تأمن تعليم لشريحة واسعة من الأطفال الفلسطينيين اللي ما عندهم حل ليحصلوا على تعليم مرحله الطفوله المبكره غير من خلال هدول المؤسسات وهدول الروضات طب فيما يتعلق بمساله الدعم يعني هل المؤسسه بحاجه لمزيد من الدعم من مؤسسات ام الدعم المتوفر الان من المنظمات الدوليه طبعا بحيات الدعم ما بيكون كافي يعني ولا ممكن مؤسسه تقول لك والله لا احنا مكتفين من الدعم لانه دائما الدعم بيجي اقل من الاحتياجات انت لما عم تحكي عن روضات بدك تدفع اجور معلمات بدك تمكن هالمعلمات مثل ما كنا عم نحكي يتدربوا يتطوروا الروضه بده يكون بيئتها الماديه منيحه تاهليها تجهزيها ففي يعني شغل كبير وبحاجه لتطوير دائم بحاجه لمتابعه دائمه وبالتالي ولا ممكن يكون الدعم كافي هلا يعني بدعم كريم من اليونيسف قدرنا نوصل لعدد اكبر نحسن بدنا ناهل عدد روضات نجيب لها موارد ندرب الاساتذه نعملهم متابعه على الميدان ساعد التمويل بانه طبعا نحسن ونطور لمصلحه الاولاد اكيد اكثر احسن يعني نتمنى ان تكون هذه فرصه ربما للمؤسسات تعرف على مؤسستكم اصلا وايضا اذا كانت هناك جهه ترغب في اهلا وسهلا فيها لدعم هذه المؤسسه اشكرك كل الشكر سيده سلسن لكم. المصري وانت مديره مؤسسه التعاون على وجودك معنا في الاستديو يا اهلا شكرا لكم توفي الرسام التشكيلي اللبناني زهراب كششيان المعروف بزهراب الذي أغنى الفن بمئات اللوحات الخلابة ونشرها في مئات المعارض عبر العالم زهراب يضع ريشته حيثما تعود أن تستريح وودع هذا العالم الذي ملأه ألوانا ولوحات من أقصى المرارة إلى أقصى الفرح فجأة رحل وهو ما زال يعطي الفن التشكيلي مداد مخيلته التي اشتهر بها. معارض غزيرة وفاتنة طافت العواصم العربية والغربية. لوحة الراحل زهراب محبوبة، يمكن الوقوع في حبها فورا، لأنها ممتلئة بالجمال والقداسة والإيمان. وهو بما له من قدرة على التشكيل والإيحاء لا يترك أمام مشاهد لوحاته. الا خيار التعمق في تفاصيلها والوانها الى حد الالتصاق بها استخدم زهراب كل الامكانات اللونيه والتشكيليه في خدمه خياله الجامح فوصل الى مراتب دفعت النقاد الى وصفه بالشاعر والفيلسوف والساحر يقول الناقد احمد بزون عن زهراب ان همه ان يكون ذا بصمه فنيه من دون ان يحبس نفسه في مدرسه فنيه صافيه فهو يدجن المدارس ويداخل فيما بينها في خدمه لوحه تبدو خاصه بامتياز رحيل هذا الفنان اللبناني عن عالم الالوان خساره لا يعوضها سوى ما تركه من ثروه فنيه ونهج لمن احبه ومشى على خطاه. في نافذه مدينتي تعد جبال مرجله درعا طبيعيه حاميه للعاصمه الباكستانيه اسلام اباد وتمنع الحكومه اي اعمال تمس هذه الجبال للحفاظ على قيمتها الطبيعيه. بكر يونس. جبال مرقلة الجبال المحيطة بالعاصمة إسلام أباد اسمها يعني بيت الثعابين وهي جبال كانت تتخذ أوديتها الشديدة الوعورة الصيادة للمسافرين على يد قطاع الطرق وعورتها كانت السبب الأساسي في بناء العاصمة إسلام أباد متخذة من هذه الجبال على شمال غرب العاصمة درعا طبيعيا لها هذه الجبال تعمل على حمايه امن العاصمه وكانت السبب في نقل العاصمه الباكستانيه الى هذا الموقع وهي تحمي العاصمه من ثلاث جهات فاستراتيجيا يصعب على اي كان ان يغزو اسلام اباد او ان يقوم باي عمل ضدها وبناء على اهميه هذه الجبال لم تسمح الحكومه بالبدء باي عمل من شانه ان يضر بها ليبقى ما تحويه من طبيعه ومن كنوز مدفونه هنا رصيدا لا يسمح بالمساس به أنا أقف في جبال مرجلة ويمكن للجميع القدوم إلى هنا فالمكان يحوي جمالا طبيعيا يميز إسلام أباد لقد جئت إلى هنا لرؤية هذا المكان فهنا يوجد الكثير لنراه ولا سيما القرود المنتشرة في كل مكان هذا جميل جدا التاريخ الجغرافي للجبال يوضح أنها برزت على كوكب الأرض منذ 40 مليون عام ويصل ارتفاع الجبال إلى نحو 1000 متر مع وعورة جغرافية تشتمل على طبيعة غابات جنوب أسيا المميزة بغاباتها الجبلية ترسم هذه القمم الصورة الخاصة بالعاصمة الباكستانية كما تضفي عليها ميزة جغرافية منفردة بتفاصيلها بكر يونس من جبال مرقلة إسلام أباد الميادين النار وسيلة وجد فيها حلاق غزاوي وسيلة لتصفيف شعر زبائنه وأثار دهشة جميع من رآها أو حتى من جربها لنا شاهين لا تعجب وتعال معي لتتعرف على طريقة جديدة لتصفيف الشعر في غزة عن طريق استخدام النار وإذا ما عرف السبب بطل العجب نار تعلو وتهبط ومعها تخفق القلوب الحلاق رمضان بالنار استجار ليكون الاول في غزه الذي يصفف الشعر بهذه الطريقه العجيبه قديمة هي في العالم لكنها بالنسبة لاهل غزة جديدة عبارة عن تمرير النار للشعر على اساس انه ياخذ درجة حرارة معينة انه يقدر يدينا تسريحة وشكل جديد، المواد الحماية اللي انا بحطها مش مادة واحدة اكثر من مادة، في منها حماية، في منها محافظة، في منها تغذية، لا تستخدم للسيدات ولا للاطفال، في عندنا كفاءات وكفاءاتنا عالية بغض النظر عن امكانياتنا البسيطة تنقطع الكهرباء لفترات طويلة ومعها تتعطل مصالح الناس ولأن الحاجة أم الاختراع وجد رمضان في النار ضالته تركيبة من زيوت يستخدمها ولا تحتوي كما يقول أي مواد كيميائية ما كنت خايف وأول أول مرة جربها وما حسيت بالحرارة وعادش طبيعي وكانت تصفيفة الشعر ممتازة والشعر تحسن من الأول البداية كانت على الشعر المستعار لتتوالى بعدها المحاولات الحقيقية ويزداد عدد الراغبين في خوض غمار التجربة وها هم على نار هادئة يتزينون ولله في خلقه شؤون لن غزة آه ميادين الحاجة أم الاختراع أنا شانتهات هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قدمت الحكومة الإسرائيلية على تشريع من الكنيست يوم أمس كما تفضلتم يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين. أبو مازن يحذر إسرائيل من سرقة الأراضي الفلسطينية ويشدد على ضرورة وقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين. إدانات عربية ودولية لإقرار الكنيست الإسرائيلي مصادرة أراضٍ في الضفة لمصلحة الاستيطان. خامنئي يؤكد أن تهديدات ترامب لن تخيف إيران ويعلن أن الرد عليها بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الجيش السوري يحرر تلة الحوارة وبحيرة الجبول في ريف حلب الشرقي ويصد هجوم لداعش شرق خاناصر رماهم بعنقودية ودخلت الشظية في بطنها ونبطونها فالقاء 2500 شهيد وجريح ضحايا 350 الف قنبله عقوديه القتها طائره التحالف السعوديه على اليمن وتابعتم معنا في النشره اطلاق برنامج دعم التعليم في مرحله الطفوله المبكره في المخيمات والتجمعات الفلسطينيه في لبنان للمزيد من الاخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الانترنت ميادين دوت نت والمتابعتنا باللغه الاسبانيه اسبانول دوت, الميدين دوت نت بالاضافه الى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.